لجنة الخمسين تستكمل اليوم التصويت النهائي على مواد الدستور الجديد تمهيدا لعرضه غدا على رئيس الجمهورية. وقفة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة اليوم احتجاجا على مقتل محمد رضا طالب كلية الهندسة خلال مظاهرة داخل الحرم الجامعي. الطيران السوري يواصل شن غاراته على منطقة القلمون بريف دمشق والحلق يؤكد من إيران أن الأسد يحقق تقدما في حربه ضد المعارضة. عشر ظهرا هنا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرينتش، موعد فترة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. مرحبا بكم، والبداية مع تطورات الشأن المحلي. ودينا إبراهيم. شكرا نرنين، تحية لكم. تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور عملية التصويت النهائي على مشروع مسودة الدستور على مدار جلستين يعقدهما اليوم، قبل أن يتقدم السيد عمرو موسى رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بمشروع الدستور كاملا بحضور جميع أعضاء اللجنة تمهيدا للدعوة لإجراء الاستفتاء عليه. كانت لجنة الخمسين قد أقرت خلال اليوم الأول من التصويت 138 مادة من أصل 247. هذا وقد أكد المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماني أن المادة 233 من الدستور، والتي تنص على تعيين وزير الدفاع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سوف تطبق لولايتين رئاسيتين، أي 8 أعوام فقط. في الوقت ذاته أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن مادة المحاكمة العسكرية تحدد بوضوح الإطار الذي يمكن أن تحصل فيه هذه المحاكمات، وهو شن هجمات مباشرة على القوات المسلحة. وشدد موسى على أن المسودة النهائية للدستور ترسي القواعد لدولة ديمقراطية تقوم على مدنية الحكم وتغلق الباب أمام أي فساد. نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة بحكومة مدنية. نكتب دستورا يغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد. نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا. وأضاف موسى أنه تم الاتفاق على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في مسودة الدستور النهائية. وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المتواترة هي المفسرة للشريعة الإسلامية، وهو ما تم إقراره بالإجماع في دباجة الدستور. إلى الفقرة الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن. الأحكام المحكمة الدستورية متواترة وهي عديدة، مثل الحكم الصادر في مايو 1996، والآخر الصادر في 13 فبراير 2005، والثالث الصادر في 19 ديسمبر 2004. كما أشير بصفة خاصة إلى الأحكام الصادرة في السنوات الدستورية 4، 9، 17، و18. هذه كلها أحكام ناقشناها درسناها، سوف نشير إليها في المضابط الرسمي. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق خضر، محافظ دمياط السابق وأستاذ القانون الدستوري. دكتور طارق، تقييمك لنص المادة الخاصة بوزير الدفاع والتي تنص على تعيين بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولمدة ولايتين رئاسيتين فقط. نعم، دعني أقول لحضرتك إن الأمر العادي في الدستور إن وزير الدفاع بيقوم باختياره هو ووزير الخارجية والعدل
والداخلية من خلال رئيس الجمهورية. لكن في باب الأحكام الانتقالية هذا أو هذه المادة لمدة دورتين رئاسيتين، يعني 4 سنين و4 سنين، يعني لمدة 8 سنين. وزير الدفاع رئيس الجمهورية بيصدر قرار بتعيينه، لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. أنا في الحقيقة شايف أن هذا الأمر دكتور طارق هل تسمعني؟ مصر حاليا والظروف المستقبلية التي ستواجهها، خاصة أن الشعب المصري في مجمله أيقنة أن القوات المسلحة المصرية وضعت ورسخت الإرادة الشعبية يوم 30/6/2013 ووضعتها موضع التنفيذ. فبدلا من حدوث عدم استقرار في الوزارة أو ما إلى ذلك، لابد أن يكون هناك تفاهما وانسجاما بين مؤسسة الرئاسة ووزير الدفاع، وبالتالي أعطي هذا الأمر على سبيل التأقيت في باب الأحكام الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يوافق على تعيينه لدورتين. نعم، وكان هذا يعني حلا وسطا ربما يرضي جميع الأطراف. طب فيما يخص المحاكمات العسكرية، بحسب تصريح السيد عمرو موسى أنه يخضع المدنيون للمحاكمات العسكرية حينما يقومون بشن هجمات مباشرة على القوات المسلحة، كيف نفسر هذا النص؟ أفسر، وأنا أشكرك على أنك سألتيني على هذا النص لأنه أثار لبسا في التطبيق. لو رجعنا لدستور 2012 حضرتك كان بينص أن المدني يحاكم أمام القضاء العسكري إذا ارتكب جرائم تضر بالقوات المسلحة، فكان المعيار مرنا اضطرابا واسعا. هل تم تحديده في هذا الدستور؟ نعم، تم تحديده اعتداء على منشآت عسكرية أو معسكرات ملحقة بالقوات المسلحة أو معدات أو مركبات أو أسرار عسكرية أو ضباط وأفراد القوات المسلحة أثناء قيامهم بعملها. فأصبح الأمر محددا في أمور بذاتها يتم محاكمة المدني أمام القضاء العسكري. نعم، إذا ما ارتكب هذه القضية. نعم، دكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورية، شكرا لك على هذا التحليل. أكد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت أن خارطة الطريق ستسير في مسارها الطبيعي، وهي تعديل الدستور ثم انتخابات برلمانية ثم رئاسية. ناشد رئيس منصور الجميع التزام الهدوء في هذه الفترة العصيبة من تاريخ الوطن والعمل بقانون تنظيم التظاهر كما هو منصوص عليه، وقال إن قانون التظاهر صدر بمرسوم قانون وليس قرارا جمهوريا، مطالبا الجميع التزام الهدوء حيث إنه لا يمكن أن نعيش ثائرين إلى أبد الدهر، فقد حان وقت البناء. أضاف منصور أنه من واجب رئيس الجمهورية أن يتابع وأن يصحح الأخطاء ما أمكنه ذلك. استعرض مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد وتهديدات الأمن القومي داخليا وخارجيا. وأكد بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس أكد خلال اجتماعه على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها، والتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي. كما أكد البيان أيضا على المضي قدما في خطوات خارطة المستقبل، وأولها الاستحقاق الدستوري الحالي، وأن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب. أجرى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ليقدم تعزيه في الجنود المصريين الذين استشهدوا مؤخرا في سيناء، وجه أيضا الشكر على جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب. أعرب هاجل عن قلق الولايات المتحدة إزاء قانون التظاهر الذي صدر مؤخرا واعتقال بعض المتظاهرين، وأشار إلى أن استجابة الحكومة المصرية لحرية التعبير يثبت التزامها بعدم اللجوء إلى العنف ومشاركة كافة الأطراف العملية الانتقالية الديمقراطية. ناقش وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال الهاتفي وضع دستور وخطط إجراء الاستفتاء عليه، كما ناقش أيضا قضايا إقليمية مثل سوريا وإيران.
ينظم رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاب نصار وأعضاء هيئة التدريس اليوم وقفة احتجاجية للتنديد مقتل الطالب بكلية الهندسة محمد رضا، وسوف تقتصر الوقفة داخل الجامعة فقط دون الخروج في مسيرة. وأفاد مراسل النيل أن عددا من الطلبة نظموا وقفات في كليات العلوم وسياسة واقتصاد وهندسة احتجاجا على مقتل زميلهم خلال مظاهرة الخميس الماضي. من جانبها كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مبنى الجامعة بشارع النهضة تحسبا لوقوع أعمال شغب. قرر المحامي العام نيابة جنوب المنيا حبس 3 متهمين في الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية نزلة البدرمان بدير مواس 4 أيام على ذمة التحقيق. كانت أعمال العنف قد اندلعت في القرية بسبب هروب فتاة مسلمة مع شاب قبطي، ما أدى إلى أحداث عنف نتج عنها مصرع شخص وإصابة آخرين واحتراق 5 منازل مملوكة للأقباط. وصل اليوم نبيل فهمي وزير الخارجية المصري إلى الرياض في زيارة عمل قصيرة للمملكة العربية السعودية تستغرق يوما واحدا. يلتقي فهمي خلال الزيارة نظيره السعودي سعود الفيصل في إطار المشاورات الدورية بين مصر والمملكة العربية السعودية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى بحث مجمل العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. قال وزير التموين اللواء محمد أبو شادي إن أزمة البوتاجاز أوشكت على الانتهاء بعد الجهود التي قام بها مفتشو الوزارة ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز لضبط المخالفين. كاميرا نيل توجهت إلى أحد مستودعات البوتاجاز ولمست ارتياحا بين المواطنين الذين أكدوا على بدء انفراج الأزمة. أزمة اسطوانات البوتاجاز انتهت أو أوشكت على الانتهاء، هذا ما أكد عليه مسؤول وزارة التموين، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من الغاز في الأسواق. ما فيش حد على الباب خالص وما فيش جمهور الحمد لله، يعني الجمهور لما بيجي أول بأول، لأن المنتج متوفر عندي، يعني أنا جاي النهاردة 3220 أنبوبة النهاردة بس، وكان عندي رصيد بايت من امبارح 1650 أنبوبة. دلوقتي حاليا دلوقتي انا وزعت والبابا فجاه وعندي ما يقرب من 1200 انبوبه او 1800 انبوبه داخل المستودع موجود عندي كرصيد بوزع منه. وللتحقق من الامر قامت كاميرا النيل بزياره لاحد مستودعات اسطوانات البوتاجاز، حيث اكد المواطنون على انتهاء الازمه بالفعل. والله ما في صعوبه ولا في اي حاجه في البلد الحمد لله، كل حاجه متوفره، بس الناس يكون عندها رحمه وعندها شك، لكن اللي فيه حاجات كتير موجوده. الانبوبه ب 8 جنيه مش لاقي اللي ياخدها اهي. واخدها ب 8 جنيه وديني 2 جنيه. ديني 2 جنيه في نظام كويس الحمد لله. لا ما وقفتش رايق اهو، بس كنا الاول طوابير، دلوقتي ما فيش طوابير خالص. رايق قدامك اهو، مفيش حد موجود عليه. بس 8 جنيه. الوزارة أكدت أن الانفراج جاءت بعد